بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نستكمل الحديث في Chapter 4 من مادة Intermediate Accounting. وفي هذا الفيديو بدنا نركز على Income from Operations، الدخل من التشغيل أو الدخل التشغيلي. طبعا هذا يعتبر عنوان أساسي في الإنكم ستيتمنت، هو بيجي بعد الجروس بروفيت. طبعا هو يعني بكون نتيجة إنه بنطرح من الجروس بروفيت كل من Selling Expenses, Administrative Expenses and other income and expenses. الناتج في هذه الحالة بيطلع له income from operations مثل ما هو واضح عندنا في illustration 3.3 أو عفوا illustration 4.3. طبعا من فوائد الـ income from operations إنه يبرز تأثير regular business activities للأنشطة المشروع الاعتيادية، وبالتالي هو يفيد في عملية prediction للـ amount والtiming والuncertainty of future cash flows في التدفقات النقدية المستقبلية. طيب احنا لاحظنا في الانكم فروم اوبريشنز انه موجود في expenses، ففي هذا البند بدنا نتعرف على الاكسبنس كلاسيفيكيشن، تصنيفات الاكسبنسز، كيف احنا ممكن نصنف الاكسبنسز طبعا في الشركات المختلفة، يعني في السيرفيسنج كومبانيز، في الميرشندايزنج كومبانيز، كيف هم بيعملوا المصاريف، هل في تصنيفات؟ طبعا في عنا تصنيفات. في عندي تصنيف اللي هو Nature of Expense Method، في عندي Function of Expense Method، يعني تصنيف هو بيعمل Disclose للإكسبنس حسب طبيعته، وفي طريقة إنه بتجمع المصاريف تحت عناوين تمثل وظيفة هذا المصروف. طبعا في عندنا هنا يعني الكتاب بيقرر An Advantage of the Nature of Expense Method، يعني مزايا طريقة تصنيف المصروف حسب طبيعته، إنه يعني ببساطة it is simple to apply، يعني من السهل تطبيقه، ما في تعقيدات. ليش؟ because allocations of expense to different functions are not necessary، يعني هنا إحنا لا نحتاج إنه إحنا نوزع المصاريف ونصنفهم تحت وظائف معينة. في عندي في الـ manufacturing companies، في الشركات الصناعية، هي يعني تعمل توزيع للكوست للمنتجات اللي هي بتنتجها باستخدام اللي هو nature of expense approach. لذلك هي يعني هذه الشركات تفصح عن المصروف حسب طبيعته بدون ما انها تلجأ الى تصنيفه او وضعه في تصنيفات. طبعا من الامثلة على nature classification expenses مثلا اللي هو cost of materials, direct labor، العمل المباشر، تكلفة المواد الخام، delivery expense، advertising expense، amortization، depreciation. أنا هنا ماني بحاجة إن أنا أحط هذه المصاريف وأجمعها في عناوين تمثل وظيفتها. الآن بالنسبة للنوع الآخر للـ expense classification و function of expense method، هنا يعني ممكن إنه ينظر إلها إنها more relevant، يعني أكثر ملائمة. ليش؟ لأنه this method identifies the major cost drivers of the company، يعني تحدد التكاليف الأساسية في المؤسسة، وبالتالي هي ممكن يعني تساعد اليوزرز إنهم يقدروا إذا ما كانت يعني هذه المصاريف المنفقة هي فعلا ضرورية لتوليد الإيراد أم لا. الآن السيئة اللي ممكن يعني تحسب على هذه الطريقة إنه إحنا في هذه الحالة لازم نعمل allocation of cost or expenses ل functions متعددة، يعني نقعد نصنف نقول هذا مثلا نوعه selling expenses، هذا مثلا نوعه مثلا administrative expenses وهكذا. لا، من الأمثلة على ال function classification مثلا cost of goods، تكلفة البضاعة المباعة، هي تضم العديد من المصاريف اللي هي بتكون حسب النيتشر يعني ليلها، ولكن هي يتم تجميعها في هذا الكاتيجوري اللي هو cost of goods sold. ايضا selling expenses المصاريف البيعية هي تضم العديد من المصاريف. في عندي administrative expenses مثل ما حكينا تضم العديد من المصاريف. طيب حتى نفهم اللي هو الاكسبنس كلاسيفيكيشن، خلينا ناخذ هذا المثال. في عندي شركه تقدم خدمات اوديت وتاكس وخدمات استشاريه بشكل عام، وفي عندها حسابات اللي عباره عن ريفينيوز واكسبنسز، في عندي
الريفينيو هو عبارة عن 400,000 سيرفيس ريفينيوز. في عندي الاكسبنسز فيها ثلاث مجموعات، في عندي كوست اوف سيرفيسز اللي هي تكاليف خدمات، في عندنا سيلينج اكسبنسز مصاريف بيعية، وفي عندي ادمنستريتيف اكسبنسز مصاريف إدارية. الآن إذا احنا بدنا نعمل ونعرض قائمة الدخل هذه الانكم ستيتمنت اكوردنج تو نيتشر اوف اكسبنس ابروتش حسب طبيعة المصروف، بكون سهل جدا. بحط انا السيرفيس ريفينيوز في الاول، وبعدين بسرد كل المصاريف بدون ما احطها تحت عناوين اللي هو كاتيجوريز او تحت فانكشن معين. يعني لاحظوا ان حطينا له ستاف سالاريز، سبلايز اكسبنس، ادفيرتايزنج كوستس، يوتيليز اكسبنس، كل المصاريف بحطهن بدون يعني ما افرق بينهن. وبعدين بقول اللي هو السيرفيس ريفينيو ال 400,000 ناقص كل هذه المصاريف الاكسبنسز بيطلع عند النت انكم. اذا بنلاحظ انه هذه الادفانتج لهذه الطريقه انه مالها اتس فيري سمبل، سهله جدا. الان على الجانب الاخر اذا احنا بدنا نستخدم اللي هو فانكشن اوف اكسبنس ابروتش انه احنا نعمل تصنيفات لهذه الاكسبنسز، فيتم عرض الانكم ستيتمنت حسب مثل ما احنا شايفين. في عندي هنا السيرفيس ريفينيوز ل 400,000، بعدين هنا بنجمع اللي هي الكوست اوف سيرفيسز، نجمع تكاليف الخدمات اللي هو 155,000، بنجمع السيلينج اكسبنسز مع بعض 23,000، والادمنستريتيف اكسبنسز مع بعض، وبالتالي بنطرح يعني 400,000 نطرح منها هذه المصاريف الثلاث او العناوين الثلاث، وبنطلع في النت انكم. طبعا احنا بدنا يعني نطلع بنتيجه اي الكلاسيفيكيشنز هذه يعني يستخدم في الحياه العمليه من قبل الشركات اكثر. طبعا الكتاب هنا بيحكي انه الفانكشن اوف اكسبنس ميثود اللي هو طريقه تصنيف المصاريف حسب الفانكشن وحسب العناوين عامه is generally used in practice، هو اللي يعني يستخدم بشكل واسع بين الشركات. Although many companies believe both approaches have a merit، يعني لكل تصنيف له ميزته اللي يعني بتخصه هو. طيب بالنسبة للشركات اللي بتستخدم اللي هو function of expense approach في income statement، طبعا هنا ما بتقدم ديتيلز للاكسبنسز في الانكم ستيتمنت، انما الديتيلز للاكسبنسز يتم الافصاح عنها في النوتس مثل ما اخذنا قبل. الان ننتقل لموضوع ثاني اللي هو الجينز اند لوسز، المكاسب والخسائر. طبعا في جدل على الجينز اند لوسز وين احنا لازم نحطها، هل يجب انه تكون موجوده في النت انكم ولا تكون موجوده في الريتيرند ايرنينجز. طبعا الحقيقه موضوع الجينز اند لوسز هو يعني اكستريملي امبورتنت، مهم جدا جدا. طبعا مثل ما احنا ملاحظين في الاليستريشن 4.7 في عندي هنا عدد الشركات اللي قامت بالافصاح عن بنود غير عاديه اللي تعتبر يعني من الجينز اند لوسز. في عندي مثلا restructuring charge اللي هي تكاليف إعادة الهيكلة تم الإفصاح عنها من قبل 202 شركة من أصل 500 شركة. طبعا هذول ال 500 شركة يعتبر من اللارج كومبانيز حول العالم. في عندي مثلا write downs وgains أو losses on asset sales قامت 289 شركة بالإفصاح عن هذه البنود من أصل أيضا 500 شركة. فبنلاحظ اللي هو الجينز اند لوسز يعني بنود مهمه جدا لليوزرز. بناء على ما سبق يعني هنا يتضح اهميه انه احنا نطور فريم ورك فور ريبورتنج ذيز جينز اند لوسز، حتى انه احنا يعني نعرف نتعامل مع التقرير عن هذا الجينز اند لوسز، حتى نضمن اللي هو ريلايبل انكم انفورميشن، معلومات يعني الدخل يمكن الاعتماد عليها. طبعا في عندنا ناس يوزرز يعني بيجادلوا انه اليوزفل انكم ميجر ريفلكتس اونلي ريجولار اند ريكارينج ريفينيو اند اكسبنس اليمنتس، يعني هو مش مع انه احنا نعمل تقرير ونفصل عن الجينز واللوسز، بل هم مع انه احنا نركز على الريفينيو والاكسبنسز اللي من الريجولار اكتيفيتيز فقط. الان نون ريكارينج ايتيمز البنود اللي ما يعني لا تحدث بشكل دائم
هم بيعتبروا انها لا تعكس الـ company's future earnings power، لا تعكس القوة الإيرادية للشركة، لأنه ببساطة هي غير متكررة وليست من الـ regular activities. على العكس من الفريق الأول، في ناس يعني أو users بجادل إنه استثناء هذه البنود ممكن يعني يفقدنا important information عن الـ company's performance. وهم يعني بيحكوا انه يعني any gain or loss عن الشركة سواء كان هذا directly or indirectly related to operations، انه مرتبط بشكل مباشر او غير مباشر في الoperations، هذا بحد ذاته هو يعني يساهم في ربحية الشركة على المدى الطويل. طبعا احنا نيجي لل IASB، مجلس معايير المحاسبة الدولية، بدنا نشوف شو موقفه من الـ gains and losses. طبعا هو يعني الـ IASB takes the position that both، اتخذ قراره انه الـ revenues والـ expenses بالاضافة للـ other income اللي هو بمثابة الـ gains والـ other expenses اللي هو بمثابة الـ losses، هذولا يعني should be reported as part of income from operations، يجب الإفصاح عنهن كجزء من الـ income from operations. لذلك هنا في هذه الـ income statement لهذه الشركة احنا حطينا هذه البنود اللي هو other income and expenses ضمن الـ income from operations، وهذا يعكس توجه الـ IASB. طبعا الـ IASB ترك للـ companies مجال انها تحط additional line items، تحط عناوين إضافية headings and subtotals when such presentation is relevant to an understanding of the entity's financial performance. إذا كان ذلك راح يساهم في الـ understandability، إنه زيادة فهم الـ performance للمؤسسة، ما في أي مانع. طبعا المعايير الدولية الـ IFRS حددت بعض الـ additional items، بنود إضافية that may need disclosure on the income statement، ممكن يعني انه احنا نحتاج انه نفصل عنها في الانكم ستيتمنت، وهي بتكون يعني useful for users في عملية توقعاتهم للمستقبل او الفيوتشر كاش فلوز، التدفقات النقدية المستقبلية. هذه الامور خلينا نعرضها هنا، مثلا losses on write downs of inventories اللي هو انخفاض قيمة الانفنتوري، كمان انخفاض قيمة الأصول الثابتة إلى الـ recoverable amount as well as reversals of such write downs اللي هو عملية عكس اللي هو انخفاض القيمة. أيضا خسائر اللي هو restructuring اللي هو إعادة الهيكلة للأنشطة، والريفرسلز اوف اني بروفيجنز وعمليه عكس بعض المخصصات للكوست اوف ريستراكشرنج لعمليه اعاده الهيكله. في عندي المكاسب او الخسائر لديسبوزل اوف ايتمز، تخلص من بعض الاصول الثابته. في عندي ايضا ليتيجيشن سيتلمنتس اللي هو يعني تسويات او سداد دعوات قضائيه وأمور أخرى. يعني كل هذه الأمور اللي هي تعتبر يعني gains and losses الـ IFRS طلبت الإفصاح عنها في الـ income statement. الآن هذه البنود اللي هي الـ gains and losses، يعني معظم الشركات تقوم بالتقرير عنها في الـ income statement اللي هو ضمن الـ income from operations، وبالتحديد في الـ other income and other expenses. طبعا ممكن يتم الإفصاح عن كل بند من هذه البنود separately بشكل منفصل on the income statement before income from operations، قبل اللي هو تحديد الانكم من التشغيل. الان في بعض الشركات شو بيستخدموا؟ بيستخدموا اللي هو الاذر انكم اند الاذر اكسبنسز، يعني بحطوهم تحت هذا العنوان. الان تفاصيلهم بكون موجود في النوتس مثل ما شفنا احنا قبل. طيب هذا كل شيء انا بدي احكي يعني عن الانكم فروم اوبريشنز اللي هو الدخل من التشغيل، حكينا فيه عن الاكسبنس كلاسيفيكيشن تصنيف المصروف، وطبعا كان في عندنا اللي هو نيتشر اوف اكسبنس ميثود، وفي عندنا فانكشن اوف اكسبنس ميثود، في عندنا نوعين. ايضا في هذا الفيديو حكينا عن الجينز اند لوسز، وبينا انه يعني الاي اس بي اعتمد انه
يجب وضعهم في الـ income from operations. وهيك احنا بنكون خلصنا هذا الفيديو اللي بتعلق في الـ income from operations. ان شاء الله يكون يعني واضح ومفهوم للجميع. والسلام عليكم.